ماهر فرغلي. ماهر فرغلي هو باحث في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية، صاحب خبرة واسعة في مجال الإسلام السياسي والحركات الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نشر العديد من المقالات المهمة والمؤثرة في شؤون الجماعات التكفيرية والسياسية الخاصة بتحولات وتطورات الإسلام السياسي في العالم الإسلامي خلال القرن العشرين وحتى وقتنا الحاضر. تعتبر مقالات فرغلي مرجعاً هاماً للدارسين والمهتمين بالإسلام السياسي وتطورات السياسية في العالم الإسلامي، ويتميز بالدقة والعمق في التحليل والبحث، ويقدم صورة شاملة للتحولات السياسية الخاصة بتنظيمات الجهاد في المنطقة. وصف فرغلي جماعة الإخوان الإرهابية بأنها جماعة في شيخوخة وتصارع الزمن ولم تقم بأية مراجعات، وأنهم لم يكن لديهم مشروع لإدارة الدولة، ولذا فشلوا في عام حكمهم الأسود، وهو ما تسبب في العديد من الأزمات داخل الدولة.